هو النصيحة اللي غنقول دائما هو يعني الاستشارة ديال الطبيب ديالك المعالج. راه فاش تيتم يعني تقرير او لاخر القرار ديال فصل الرحم، هذا قرار ماشي سهل لا لينا احنا كاطباء ولا بالنسبه للسيده ولا للعائله. دونك تيكون امر طبي وتيكون امر واجب. دونك فاش تنقولوا واجب يعني لما دار شي راه تعيط السيدات للخطوره. دونك هذا الحاجه الاولى. دونك الحاجه الثانيه هو ان هذا الشيء يعني العمليه الجراحيه راه ما تكونش يعني ما عندهاش تأثيرات كيف تكلمنا قبيله مع سي محمد يعني على الحياه الجنسيه ولا على الشهوه ولا على بزاف ديال الحويجات اللي مهمه في الحياه الزوجيه. دونك هنا تنطلبوا بلوس من الناس يعني من الازواج انهم يساندوا الزوجات ديالهم ويتفهموا، وتنطلبوا حتى من الناس زعما هذه نصيحه الناس اللي ما زعما بعض المرات يجيو الناس يقولوا لي فوالا راه قالوا لي الناس تقول الناس زعما الناس اللي ما تفهمش في شي حاجه من الاحسن ما تدليش بواحد النصيحه اللي بعض المرات راه تقدر تاثر سلبا على الحياه النفسيه ديال السيده، ويكون فيه واحد الاداء اللي هو غير مقصود من عند الناس اللي عطاو النصيحه، ولكن ما راه تكون. دونك نخليو النصيحه لاصحاب الاستشاره الطبيه. نعم. وبطبيعه الحال السيدات اي سؤال كيتبادر للذهن ديالهم مزيان انهم يطرحوه على الطبيب ديالهم باش كيدخلوا لواحد العمليه بواحد الشكل اللي هما مرتاحين فيه.